طيب يا عامر والأغراب خلها. بسم الله الرحمن الرحيم. السيارة، السيارة اختفت يا عيال. يا عامر تأكد يمكنك حاطها هنا ولا هنا. بتأكد اني حاطها هنا. يا عيال الأغراض وين راحت؟ يا ابوي الوضع هنا مو طبيعي. يا عيال تشوفون ذي الأنوار؟ أكيد هذا الشارع. خل نروح له يلا. عامر ياسر يا ابوي تعبتي يلا نوقف. شكوش عويض الله من شرك، مو بتو تقول مشينا مشينا. يا شباب كفته فين؟ ماني شايفه. يا ليل وين راح ذا المهبول يا اخوي؟ برد برد. عامر ياسر شكوش كفته كفته كفته. يا عيال ما احنا برايحين ونترك خوينا، نبي نشب ضو هنا الين ما يشوفنا ويجي. الله يا امي. كله منك انت يا عامر يا فقي، مكتوب في اللوحة ممنوع الدخول بعد الساعة 6، أنت بهبطك ليه دخلتنا؟ يا شكوش ما هو بوقتك، تبي تسكت ولا أقوم أفصل عليك؟ طيب يا شباب وش بنسوي الحين؟ إي والله إنه صادق، إيش بنسوي؟ نفرض إنه ما شاف النار ولا شاف الضوء حقك ده، نقعد نستنى لمتى؟ يا عيال ما في روحة إلا ما يرجع خوينا، يا نروح كلنا يا نقعد كلنا. يا عيال الزهرة كنا عيال